في شهر رمضان المبارك يتضاعف الإقبال على شراء التمور بكافة أنواعها، فهي تمتلئ بالفوائد الغذائية الكثيرة والكبيرة، لأنها تحتوي على سعرات حرارية أعلى من معظم الفواكه الطازجة، إضافة إلى أنها مفيدة للجهاز الهضمي ولتنشيط خلايا المخ، لذا فهي تعين الصائم على الصيام والصبر على الظمأ والعطش خلال ساعات النهار. أهمية التمر لرمضان هو أنه لما بيعدن بيفطروا على 3 تمرات أو بدك تفطر على تمرة، يعني لازم تكون معلمة، لازم تكون مجوزة، لازم تكون معلم مفردة، عرفت شلون؟ هي دائما معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يفطر كان يفطر على تمراي. أكوس نوع هو بيجي من المدينة، تمام؟ النوع اللي بعده بيجي من القدس، القدس، وفي عندك بيجي من الجزائر، بيجي من الجزائر وتونس، بيجينا تمر كمان. هلا نحن على الطرف الثاني، نحن في عنا الجزائر وتونس. هلا اكثر شيء نحن نمشي عنا من القدس، القدس انهم هون عندهم توب 1، يعني الجوده العاليه. وتتنوع التمور في الاراضي التركيه، حيث تاتي من الكثير من البلدان حول العالم، مما يساعد المواطنين والوافدين على التنويع في شرائها والتنوع في تذوقها، فهي تحتوي على مضادات الاكسده وتلعب دورا هاما في خفض دهون الدم وتعزز صحة الدماغ، وخاصة في أيام رمضان، مما يدفع المسلمين إلى تناولها بكثرة على وجبات الإفطار والسحور على حد سواء. نحن نبيع التمر بشكل أكثر بكثير في شهر رمضان المبارك، حيث يتوافد المواطنون إلى محلات البهارات والتمر من أجل شرائه بكثافة، وهو ما يدل على رغبة الناس بأكل التمور في رمضان، لأنه يعينهم على الصيام والإفطار، لأن كمية قليلة من التمر تعادل وجبات كاملة من الطعام من حيث الفائدة والسعرات الحرارية. والكثير من الأمراض المنتشرة يمكن أن يكون التمر سبب في علاجها، وأهم ما يميز التمر أنه سكر طبيعي لا يؤدي إلى تراكم الدهون والترهلات في جسم الإنسان. وتمتاز التمور بأنها مصدر طبيعي للسكر وتعزز الطاقة في جسم الإنسان، لذا ينصح الكثير من الخبراء الصحيين بالإكثار من تناولها، وخاصة في أيام الصيام، لما لها من قيم غذائية عالية المستوى، وهو ما يظهر جليا في الكميات التي يتم عرضها ويتم شراؤها وبيعها في الأسواق، وخاصة في شهر رمضان المبارك. إذن لا تخلو الوجبات الرمضانية سواء على الإفطار أو السحور من وجود التمر على هذه الموائد، لما يتميز به من فوائد صحية جمة. سامح المدهون لبرنامج صباح كربلاء، اسطنبول.